لازم نتفق اولا ان الحكومه النهارده طالعه بتكذب وبتقول ان الميه ما فيهاش تلوث. لا طبعا، لازم اولا حضرتك عشان نتفق على مبادئ ونبني قاعده سليمه لازم نعترف باخطائنا. النهارده لما المحافظين والوزراء يطلعوا يقولوا ان الميه ما فيهاش تلوث، بنقول لكل محافظ وكل مسؤول طلع على الهواء وقال ان هو غير مسؤول عن الموضوع نفسه وطلع مع وائل الابراشي وكذبوا الفكره وقالوا ان هم معظم الاخوان هم اللي حاطين السم في الميه، بنقول لا طبعا. الشرقيه معظمها لما احنا حركه تمرد نزلنا وغطينا الحدث، ودي مفاجاه وده يمكن خبر حصل حضرتك، ان اكتشفنا ان الميه فعلا ملوثه. سالنا معظم العلماء قالوا فعلا ان في الفوسفات دوت عمل مشكله كبيره جدا. نمره واحد والناس ناسيها اساسا حضرتك ان السمك اللي هو شرب الميه هيرجع لنا فبقى متلوث، فاحنا كده كده داخلين في مقبره بتقول ان كل مسؤول بيطلع في الحكومه بيقول تصريحات غير موجوده على الشارع المصري. فاحنا عايزين نقول احنا لو عايزين نعالج الموضوع نعالجه من الاساس. فرساله مهمه جدا لكل وزير، لكل مسؤول، لكل محافظ، من فضلكم حافظوا على تصريحاتكم لان الشعب المصري كبر على تصريحات الغلط. طبعا احنا شايفين ان المحافظ قال تصريحات غير موجوده على الارض، وانا قلت لحضرتك احنا رحنا وغطينا الموضوع لان الناس فعلا احنا معانا ميه هناخدها الرئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي وهنوريها له وان شاء الله هنوصل له، لان كل الوزراء ما بيقولوش للرئيس الاحداث اللي بتحصل بجد. في حد من الشرقيه فتح لنا الباب، باب البيت بتاعه فتح الميه، صدقني لقينا ميه سودة جدا، لقينا ميه غريبه، فعلا لازم يحصل تلوث، فعلا لازم يبقى في تسمم في الميه. لازم من هنا ونقول لعبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه من فضلك يا ريس احنا حركه تمرد اخترناك، وبنقول لك من هنا من فضلك معظم الناس ما بيشتغلوش مع حضرتك تقريبا عايزين يوقعوك، فمن فضلك يا ريس البطانه السيئه توقع ادخل رئيس في العالم، فمن فضلك يا ريس احنا شباب تمرد بنقول لك من هنا لو سمحت اسمعنا، لو سمحت افتح لنا البيبان زي ما انت وعدتنا وقلت حضرتك في معظم المؤتمرات ان فعلا المرحله الجايه شباب مصر. لكن يا ريس احنا نعترف واقر واعترف انا مصعد المصري ان حكومه رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي فعلا شباب 85 سنه 70 سنه، فمن هنا مفيش حاجه تنجح يا ريس. بص حضرتك لازم نعترف ان الاخوان موجودين موجودين، بس هل يعقل ان انا النهارده مواطن مصر عملت ثورتين 25 يناير و30/6 اللي مصر كلها نزلت فيها، هل يعقل ان الاخوان هينزلوا ويسموا الميه؟ طبعا لا، لازم نعترف ان الحاجات دي بتخدم الاخوان. اولا فقدان المصداقيه بين المسؤول والمواطن المصري، فقدان حتى تحمل المسؤوليه من الوزير للمواطن المصري. يا جماعه لازم نتعظ وناخد الموعظه الحسنه. الشعب المصري بقى اكبر مما تتخيلوا، لو طفل لسه ام والداه ابتدى يتعلم سياسه، بياخد سياسته في الببرونه اللي هي بتاعت لبن الاطفال، احنا خلاص اطفالنا بقوا عندهم السياسه والحنكه السياسيه، فكل ده بيصب في مصلحه الاخوان. طبعا لازم نعترف حتى البنت اللي طلعت اللي اسمها فاطمه في اخر حاجه في قناه المحور وقالت ان هي منشقه على الاخوان، طبعا مصر كلها عارفه ان دي فرقعه اعلاميه، فاحنا بنقول يا جماعه لازم نخاطب الشعب المصري على قد عقله. الشعب المصري بقى متنور، بقى متفتح، بقى عنده خلفية سياسية، بقى يعلم من الصادق ومن الكذوب. زي النهاردة احنا اكتشفنا ان وائل الابراشي بقت خلاص حلقاته كلها مفبركة. وائل الابراشي اللي كان معانا قلبا وقالبا في 25 يناير وانا حد واقر واعترف بهذا، النهاردة بقى ضد حتى المواطن المصري. لما تيجي البنت بتاعت الشرقية وتقول انا خالي مات يا استاذ وائل، يقول لها لا قول الصراحة، فيجبرها ان هي تقول ان هو مات عشان علاج وزي حافظ ما قال. لا حضرتك طبعا الراجل دوت ميت من ميه الفوسفات، لازم نعترف ان في خطا حصل، تعالوا نعالج، تعالوا نحط ايدينا في ايد بعض كمصريين ونقول مش كل حاجه الاخوان. عايز اقول تحيا مصر لما الاقي المسؤول يبقى مسؤول عن تصريحاته، عايز اقول تحيا مصر لما الاقي الاعلام الحر يقدر يقول كلمه حر، عايز اقول تحيا مصر لما اخد حقي في وطني وذوي الاعاقه والعمي والمحتاجين ياخدوا حقهم، وساعتها هقول تحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر.